السلام الاخوان، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيدايرين؟ كلشي مزيان، اموركم هانيه. المهم انا كندوي شويه على حسب، جيت لواحد الصالون باش ندير الهايلايت. السيده بالكامل معاكم شويه مضغوطه هاد الايام مع الخدمه بتاعتي، وقلت نبدل لوك كما الله تحسن النفسية ديالي. خليكم معايا تشوفوا انت لاخر الفيديو باش تشوفوا الشكل كيفاش غيخرجوا هاد الهايلايت. انتما الخوت الصالون كيفاش داير، كندبالو شوية. انتما دابا غنديرو، شوفوا قبل وبعد، before and after. ما تنساونيش من التعليق واللي عجبو الفيديو، ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد منا. متبخلوش علينا الخوت بالبارطاج. هانتما وصحنا وينا مش صعبة. طيب شوفوا اختي واش مزيان ولا لا، غتقولوا لي مزيان. انتي شوفي كي دايره كي مساء الخير الاخوات والاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ سمحوا لي، قلت لكم البارح باش غنكمل لكم الفيديو على حسب اللوك الجديد، قلت لكم غندير الهايلايت، ولكن السيده طلب ليها وقت طويل، ما عادش يمكن شي 4 سوايع ولا اكثر، حتى وليت كنشك. بديت كنقول لها واش كاين شي مشكل، واش اللون ما بغالكش، واش كتقولي لا ما كاين حتى مشكل. المهم داكشي علاش ما كملت لكمش الفيديو البارح في الصالون، حيت كنت قلت لكم غنكملو في الصالون ما كملتوش، لكن ما كاين مشكل وقت ما جا الخير ينفع. المهم قولوا لي، انا ما عجبنيش اللون صراحه، ما عجبنيش. انتم قولوا لي كيف جاكم نتوما في لي كومونتير، ما تبخلوش عليا. قولوا لي الصراحه، ما تجاملوني ما والو، انا ما عجبنيش. ولكن هي قالت لي الا ما عجبكش نقدر نرجع تبدلوا لي. قولوا لي نتوما في كومونتيرات، الله يحفظكم الله يحفظكم ويخلي لكم صحتكم. كتبوا لي في الكومنتيرات واش نمشي عندها تبدل لي اللون، لان انا ما عجبنيش، ماشي داكشي اللي كنت كنظن غيصدق. كنت حسابني غيصدق شي حاجه اخرى، لان انا مولفه كنديرهم، كنت كنديرهم في المغرب زعما، تبارك الله على المعلمين ديالنا، تبارك الله على الدراري ديالنا والدريات في المغرب زعما، تبارك الله عليهم. عندي ما نقول لهم في هادشي ديال لي هايلايت والصبايغ وداكشي زعما، الرقم واحد الصراحه. درت حتى عييت هنا، حتى شي وحدين ما عجبوني اكثر من اللي عجبوني في المغرب، يعني كيديروا داكشي رائع تبارك الله عليهم من هاد المنبر. ايوا المهم حنا قلنا نبدلوا اللوك، اش لان الانسان ملي تيبدل اللوك ديالو كتبدل حتى النفسيه ديالو، كتزيدو كتزاد الثقه في النفس، وبزاف ديال الحويجات كيختلفوا مني كنقادو شويه راسنا. والمهم ديما البنات والولاد وكلشي، كنصحكم تقادو راسكم، تعتنيو براسكم، لان مني كنعتنيو براسنا يعني كنحسو احسن صراحه، كنحسو احسن مني كنكونوا هاملين الراس ديالنا، فهمتي؟ هاملين راسنا، وبالاخص ملي كنكونوا كنديروا واحد الغلط كبير، يعني انا بعدا كنديروا، انا شخصيا درته صراحه، ملي كنوليو كنهتموا بشي حاجه اللي هي ما غتنفعنا ما والو، بالعكس يمكن تجيب لنا غير الضرر. من الاحسن نركزوا على نفسنا، نعتنيوا براسنا، نفكروا في راسنا. هي ماشي انانيه، هي في الصراحه ماشي انانيه، الا فكرنا في راسنا ماشي انانيه، بالعكس بالعكس مزيانه مزيانه لنا زعما، يعني نفكروا في الاخر، ولكن ما نعطيوش اكثر من اللي كيستحق. دائما نعطيو الانسان قد هذاك الشيء اللي هو كيستحق، لان مني كنخليو راسنا وكنبقاو مهتمين بالاخر
كنخسروا بزاف ديال الوقت وبزاف ديال الطاقه وبزاف ديال الحوايج اللي كنا غربحون في الحياه ديالنا في واحد المده كنصدقوا بالعكس روطار كنبقاو روطار لان كنبقاو نفكروا في الاخر شنو قال الاخر شنو قال الاخر وبنادم دائما سبحان الله هذه هي طبيعته ما كيدير غير شي حوايج اللي هي كتعود على الاخر بالضرر سبحان الله ما عرفتش هذه المشكله منين جايه كنتمنى تكتبوا لي الكومونتيرات وتقولوا لي حيت انا ما فهمتش علاش الانسان كيدير شي حوايج للاخر باش يضرو ما فهمتهاش ما نكذب عليكم مازال ما فهمتهاش الله اعلم علاش المهم انا كنتمنى نتوما تشرحوا لي وتقولوا لي علاش والمهم وعاوتاني نرجعوا الانسان يركز على النفسيه ديالو راها مهمه والصحه ديالو الجسديه راها شي حاجه مهمه لان مني كنفقدوا النفس ديالنا اوكي كنفقدوها باكتئاب او باي طرق او صحتنا او حتى صحتنا مني كنضروها بهذيك لان الانسان مني كيمرض نفسانيا راه كيمرض حتى جسديا طبيعي لان الجسم كيتفرجوا فيه مواد يعني مواد ضاره للانسان يعني ومني كنفقدوا التوازن ديال النفسيه ديالنا والصحه ديالنا ما كيبقى يقبلنا حتى شي واحد سبحان الله العظيم حتى شي واحد ما كيبقى يقبلك والو ما كيبقى يقبلك حتى شي واحد بالعكس كيرجعوا عليك اللوم ماشي يعني كيوقفوا معاك ولا شي بعض 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 الناس على رؤوس كيتحسبوا على رؤوس الاصابع ماشي بزاف وحتى هما كيعطيو غير داكشي اللي قدو عليه ما غيمكنش لان انت اللي كتكون خاصك تعاون راسك حنا اللي خصنا نكونوا كنعاونوا راسنا هي كيجي ظروف صعيبه شويه كتجي شويه هي ما سهلاش هي باش تخرجي من واحد الازمه نفسانيه راه ما سهلاش الصراحه راه اللي قال لك سهله راه سهله غير بالفم والو راه اللي مجرب هو اللي يقدر يقول لك اشنو كاين راه صعيب باش كتخرج منها راه بعض المرات تك تقول اوكي انا خرجت من الازمه وكتعاوتاني تبدا من جديد ولكن بالمحاولات مره على اخرى كنحاولوا نتغلبوا على مشاكلنا والمهم كنتمنى الفيديو يعجبكم وما تبخلوش عليا باللايك والشير مع الاصدقاء واللايك لايك لايك والشير للاخوان يلا مع السلامه.